السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي الطلبة والطالبات، معاكم مستر كمال مجدي، مدرس باب الرفاية الخاصة. إن شاء الله النهاردة هنتكلم مع بعض على تمارين على حجم متوازي المستطيلات. هنتكلم النهاردة على حجم متوازي المستطيلات. طبعا إحنا كلنا خدنا الدرس في المدرسة هنا في الحصة. النهاردة هنحل شوية تمارين من كتاب المدرسة كده ونشوف نفسنا فاهمين ولا لأ. قبل ما ندخل في التمارين إن شاء الله هنراجع مع بعض القوانين بتاع حجم المتوازي اللي خدناها. اول حاجه خدنا قانون الحجم، كان بيقول لي ان الحجم بيساوي الطول في العرض. برافو عليك، في ايه؟ في الارتفاع. الحجم كان بيساوي الطول في العرض في الارتفاع. طيب انا جيت بقى احل اول مساله، لقيت مش مديني الطول والعرض في الارتفاع، بيقول لي متوازي المستطيلات ابعاده 5 مثلا و10 و15 اي حاجه. فانا ممكن استغنى عن الطول والعرض والارتفاع واحط مكانه حاصل ضرب ابعاده الثلاثه. هي مش الطول والعرض دول والارتفاع، هم دول ابعاد المتوازي، فانا ممكن استغنى عنهم واكتب مكانهم حاصل ضرب ابعاده الثلاثه. طيب واحد تاني جه يحل، لا لقيته بيقول لي الحق يا مستر، ده مديني في مساله بيقول لي مساحه القاعده. مساحه ايه؟ القاعده. طيب احنا يا شباب مش عارفين ان في قانون مساحه، في قانون مساحه المستطيل بتساوي ايه؟ بتساوي الطول في العرض، واحنا عارفين ان القاعده بتاع المتوازي على شكل مستطيل، يبقى انا دلوقتي ممكن اشيل كلمه الطول والعرض واحط مكانهم مساحه القاعده اللي احنا عارفينها ان هي على شكل مستطيل، يبقى انا دلوقتي ممكن اشيل كلمه الطول في العرض واحط مكانها مساحه المستطيل او مساحه قصدي القاعده. يبقى انا هشيل عندي الطول في العرض واحط مكانهم كلمه مساحه القاعده اللي هي على شكل مستطيل، مساحة القاعدة في الارتفاع. طيب يجي في مسألة ويسألني يقول لي أنا عايز منك تجيب لي الطول، عايزك تجيب لي العرض، عايزك تجيب لي الارتفاع. طيب إزاي نجيب الطول والعرض والارتفاع يا شباب؟ قال لي الطول بيساوي الحجم على، هو مين كان جنب الطول؟ قال لي العرض والارتفاع، يبقى اقول له على العرض في الارتفاع، على العرض في الارتفاع. طب لو جه قال لي العرض يا شباب، قال لو جه قال لي العرض هقول له العرض يساوي، هقول له العرض يساوي الحجم على الطول في الارتفاع. طب لو جه قال لي الارتفاع، قال لي هقول له الارتفاع يساوي الحجم. طب مين كان جنب الارتفاع؟ برافو عليك، كان عندي جنب الارتفاع الطول في العرض، الطول طب وانا ينفع اشيل الطول في العرض يا شباب؟ حد يقول لي ينفع نشيل الطول في العرض؟ برافو عليك، ممكن اقول الحجم على مساحه ايه؟ مساحه القاعده. برافو عليك، يبقى ممكن اشيل الطول والعرض زي ما شلتهم فوق واحط مكانهم ايه؟ مساحه القاعده، مساحه ايه؟ القاعده. يبقى انا الارتفاع عندي هنا ليه قانونين، يا اما اقول الحجم على الطول في العرض او الحجم على مساحه القاعده. طيب هو انا مش عندي مساحه القاعده، مساحة القاعدة بتساوي الطول في العرض ده، بيبقى انا دلوقتي ممكن اقول ان الطول زي ما عملنا فوق، اقول ان الطول بيساوي زي ما خدنا قبل كده في مساحة المستطيل، بيساوي مساحة القاعدة على العرض. يبقى ممكن اقسم مساحة القاعدة على العرض، على ايه؟ على العرض. طب لو انا عايز العرض يبقى اقول له مساحة القاعدة على الطول، يبقى هنا مساحة القاعدة. ودي كل قوانين يا شباب اللي احنا هنستخدمها في حل المسائل اللي احنا هنحلها على الطول. واحنا عارفين ان عندنا
الحجم بيتقاس بوحدة السنتيمتر المكعب، واحنا عرفنا يعني ايه سنتيمتر مكعب، وقلنا ده حجم متوازي، حجم مكعب طول حرفه 1 سم. تعال نشوف بقى اول مثال معايا، بيقول لي ايه؟ بيقول لي علبة عصير على شكل متوازي مستطيلات قاعدتها مربعة. شباب ما سيبش كلمة تعدي مني في المسألة الا لما اعرف هو يقصد بيها ايه. يعني ايه قاعدتها مربعة؟ احنا عارفين ان المربع فيه الطول بيساوي ايه؟ بيساوي العرض، الطول يساوي العرض. يبقى انا هستفاد دلوقتي ان طول الضلع ده او طول ضلعها طول ضلع القاعده هيمشي معايا طول وعرض وعاطيني ارتفاع، يبقى انا كده معايا طول وعرض ومعايا ارتفاع. بيقول لي احسب حجم العصير الذي يملا هذه العلبه. هو حجم العصير اللي يملا العلبه ده يا شباب مش هو برضه حجم العلبه؟ يبقى انا دلوقتي لو جبت حجم العلبه يبقى جبت حجم العصير الايه؟ اللي انا هحطه جواها. يبقى اقول حجم العصير الذي يملأ العلبة. هستخدم قانون الطول في العرض في الارتفاع، الطول في العرض في الارتفاع. طول في عرض في ارتفاع يبقى 6 في 6، احنا قلنا طول الضلع هيمشي معايا طول وهيمشي معايا عرض، يبقى اقول 6 في 6 في 15. واحنا عارفين ان 6 في 6 ب 36 في 15، يبقى عالتك كده وتضرب لي 36 في 15 وهتشوف هتطلع معاك بكام. طيب عبال ما تضربها، هو التمييز هنا هيبقى ايه يا شباب؟ يعني عندي الطول الارتفاع بالسنتي والطول العرض بالسنتي، فالتمييز عندي هيطلع بالسنتيمتر مكعب. ليه سنتيمتر مكعب؟ قلنا لان ده حجم. يبقى انا عندي اما اضرب 36 في 15 هيطلع معايا ب 540. يبقى العصير اللي هيجمع عندي حجم العصير ده هيطلع ب 540 سنتيمتر مكعب. تعال نشوف المثال الثاني، بيقول لي علبه حلوى على شكل متوازي المستطيلات ابعادها من الداخل، ابعاد العلبه لو انا رحت محل بتاع حلوى وقلت له عايز ايه؟ بيديني الحلوى اللي انا بجيبها بيديها لي في علبه، فالعلبه وهي فاضيه بيقول لي ابعادها بكام؟ 21 سنتي، 18 سنتي، 6 سنتي. يغطى بعتها بقطع من الشوكولاته، ابعاد القطعه الواحده 3 سنتي، 3 سنتي، 1 سنتي. احسب عدد القطع. اول حاجه يا شباب عشان اعرف القطع عدد القطع كام، لازم اجيب حجم العلبه الفاضيه وبعد كده اجيب حجم القطعه الواحده واقسمهم على بعض. يبقى انا في الاول اجيب حجم العلبه او حجم علبه الحلوى اللي هتساوي كام؟ اعطيه طبعا بيقول لي ابعادها من الداخل 21 18 6، يبقى هضرب 21 في 18 في 6 واشوفها معايا هتطلع بكام. واحنا ما ننساش التمييز يا شباب اللي هو بايه؟ برافو عليك، بالسنتيمتر المكعب، بالسنتيمتر المكعب. يبقى انا ضربت 21 في كام؟ في 18 في 6 طلع معايا 2268 سنتيمتر مكعب. ده مين؟ قال لي ده حجم العلبه. حجم ايه؟ حجم العلبه. هاجي تاني بعد ما جبت حجم العلبه اجيب حجم القطعه الواحده، اجيب حجم ايه؟ حجم القطعه. بيساوي كام ابعاد القطعه عندي؟ قال لي ابعاد القطعه عندي 3 في 3 في 1. 3 في 3 ب 9 في 1 ب 9 طبعا سهله، مش مستغله ان انا استخدم الاله، يبقى 9 سنتيمتر مكعب. بعد كده ارجع اجيب ايه بقى؟ اجيب عدد القطع، اجيب عدد القطع. عدد القطع يا شباب هيساوي معايا حجم العلبه على حجم القطعة الواحدة. اللي هو بيساوي هقسم الحجم بتاع العلبة ب 2268 على التسعة اللي هي حجم القطعة الواحدة. بقسم 2268 على التسعة. اديني 252. 252 ايه؟ التمييز عندي هيبقى ايه؟
يعني بسأل على عدد القطع، يبقى التمييز عندي هيبقى قطعة. في أي مشكلة يا شباب في المسألة؟ نكمل؟ يلا نشوف مع بعض المسألة اللي بعدها. بيقول لي حاوية على شكل متوازي مستطيلات لنقل البضائع زي اللي في الشكل قدامنا اهي. هي دي شكل الحاوية، بتبقى في عندنا في المواني في الميناء زي ميناء اسكندرية وكده وبورسعيد. حاوية على شكل متوازي مستطيلات لنقل بضائع أبعادها من الداخل، أبعاد دي يبقى أبعاد مين؟ أبعاد الحاوية، عشان لسه عندي أبعاد تانية في المسألة. أبعادها 3.2 متر، 1.5 متر، 2 متر، يرتع بقيتها بصناديق من الكرتون على شكل متوازي مستطيلات. يبقى أنا عايز أحط جوه الحاوية صناديق كرتون، كل كرتونة فيهم على شكل متوازي مستطيلات، بها مياه معدنية لتوزيعها على المحلات التجارية. أبعاد الصندوق، الصندوق الواحد أبعاده هيبقى 40 سنتي، 25 سنتي، 25 سنتي. طيب لو بصيت يا شباب على الوحدات، في إيه؟ إيه اللي أنت ملاحظه على الوحدات؟ أنا لو بصيت على الوحدات هلاقي إن الوحدة دي بالمتر والوحدة دي بالسنتي. يبقى أنت عندك حل من اتنين، يا إما تحول المتر سنتي يا إما تحول السنتي متر. بس أنا بقول لك الأحسن ليك انك تحول المتر تخليه سنتي. وانا عارف دلوقتي لما ابدا احول من متر لسنتي، برافو عليك، احول من كبير لصغير. واحنا قلنا دايما الكبير بيعمل ايه؟ من كبير لصغير بنعمل ايه؟ بنضرب. برافو عليك. يبقى انا هضرب، هضرب في كام؟ طيب اسال نفسي، هو المتر في كام سنتي؟ في 100. برافو عليك. يبقى هضرب 3.2 في 100، يبقى كام؟ 320. ودي سهله واحنا خدناها كتير في سنه خمسه وراجعناها في اول السنه مع بعض. تمام. وهضرب ال 150 في 100، الواحد ونص في 100، فتبقى كام؟ 150 سنتيمتر. وهضرب الاثنين في 100 فتبقى عندي 200 سنتيمتر. يبقى انا كده يا شباب حولت ابعاد الحاويه، خليتها معايا بايه؟ خليت ابعاد الحاويه معايا زي ابعاد الصندوق بكام؟ بالسنتيمتر. بيقول لي اكبر عدد ممكن من صناديق المياه المعدنيه، لازم في الاول اجيب حجم الحاويه، وبعد كده اجيب حجم الصندوق واقسم حجم الحاويه على حجم الصندوق. طب تعال نجيب مع بعض حجم الحاويه. هو قال لي ابعادها، يبقى برافو عليك، استخدم قانون الابعاد، حاصل ضرب الابعاد الثلاثه. اول واحده، اول بعد عندي 320 سنتي في 150 سنتي في 200 سنتي يساوي، هتضرب على الاله بتاعتك 320 في 150 في 200، هيطلع معاك 9,600,000. 9,600,000 ايه بقى؟ سنتيمتر. برافو عليك، مكعب. ما لقيش واحد كاتبها بالمتر، احنا خلاص حولنا المتر وسبناه خالص. بعد كده هجيب حجم الصندوق الواحد، وده بيساوي هنضرب ابعاد الصندوق اللي هي 40 في 25 في 25 اللي هو بيساوي، هيطلع معايا ب 25,000. يبقى ابعاد الصندوق او حجم الصندوق بعد ما ضربت ابعاده ببعضها طلع معايا ب 25,000، برافو عليك، سنتي متر مكعب. طيب انا جبت حجم الحاويه وحجم الصندوق، هجيب دلوقتي اكبر عدد ممكن من الصناديق، اجيب عدد الصناديق اللي ينفع تتملى بيها الحاويه دي. يبقى اقول له عدد الصناديق بيساوي، اقول له حجم الحاويه على حجم الصندوق. كان كام بقى عندي حجم الحاويه؟ قال لي كان عندي ب 9,600,000 على حجم الصندوق كان عندي ب 25,000. لما اقسمهم مع بعض، اقسمهم على بعض هيطلع معايا ب 384. طب 484 ايه؟ برافو عليك، انا بسال عن عدد الصناديق، يبقى 384 صندوق. تمام كده احنا جبنا عدد الصناديق. نرجع لمسالتنا نشوف المطلوبه رقم 2. بيقول لي او رقم ب، بيقول لي تكلفه النقل اذا كان تكلفه نقل الكرتونه الواحده 75 من 100 جنيه. طيب انا عندي دلوقتي الصندوق الواحد عشان انقله
محتاج مني 75 من 100 جنيه. طيب يبقى التكلفة الكلية كام؟ قال لي عشان اجيب التكلفة الكلية، قال لي دي بتساوي تكلفة الصندوق الواحد تكلفة الصندوق الواحد في عدد الصاني، في عدد ايه؟ عدد الصاني. طيب التكلفة بتاع الصندوق الواحد هو مديها لي بيقول لي ان هي ب 75 من 100 جنيه. لما اجي هنا اضربها في عدد الصناديق اللي احنا لسه جايبينه في 384، اشوف الناتج معايا يطلع، هيطلع معايا ب 288. 288 التمييز بتاعي بقى يا شباب، برافو عليك، طالما التمييز بتاع الواحده كان بالجنيه يبقى التمييز بتاع ال 288 جنيه برضه. يبقى انا كده جبت له المطلوب رقم ا اللي هو كان عايزه عدد الصناديق، وجبت له المطلوبه رقم ب اللي هو التكلفه الكليه بتاع النقل. يبقى انا كده حليت المساله ومفيش حاجه مطلوبه مني تاني. اخر مساله معايا وده ان شاء الله هنخليها في الواجب، بيقول لي حمام سباحه ابعاده من الداخل، الابعاد بتاع حمام السباحه 30 15 2 متر، صب به ماء، حجم الميه اللي انا صبيتها فيه كام؟ 405 متر مكعب. اوجد ارتفاع الماء الذي صب في الحمام، ده رقم واحد. رقم اثنين، رقم باء، او ده كده رقم ا. رقم باء بيقول لي حجم الماء اللازم اضافته لملء الحمام. طبعا فيها فكره هنسيبها للناس تحلها الحصه الجايه ان شاء الله، ونشوفكم على خير الحصه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.